اي الكردستاني و نعم نعم انا اعتقد انا في رايي هذا العلاقات التكتيكيه وليس هي علاقات استراتيجيه. التقاعد حصل بعد الاختلاف على تحديد ميزانيه الاقليم بصراحه هذا الموضوع. اما تاريخيا فالكتله الكردستانيه لنا علاقات قديمه واستراتيجيه مع الكتله الاخرى اللي ما يسمى بالكتله الشيوعيه اللي هم يحكمون البلد. انا اعتقد يجب حل هذه المشاكل بطرق ديمقراطيه بطرق اقناع الطرف الاخر وليس بالتشنجات كما حدث اليوم والبارحه وتم تاجيل الاجتماع. نعم. هذا ما يؤدي الى اي نتيجه لانه بالاساس الوضع متوتر في كردستان، المطارات مغلقه وهناك مشاكل شركات النفط هذه كلها طبعا والحمد لله بدا رويدا رويدا هاي المشاكل تهدأ وتخف. نعم استاذ عادل، يعني في حال حدث هذا التقارب كيف ممكن ان يؤثر على تمرير قانون الموازنه؟ انا اعتقد القانون بالنتيجه وصل يمرر لانه كان بالسابق 17% والذي حدث بان الطرف الاخر كان يدعي ويقول بأن هاي المبالغ هي كبيرة والقوائم لا تسلم إلى الطرف الآخر إلى بغداد، وبغداد يعتقد بأن هناك خلل في القوائم. طبعا هاي الإشكالية يحتاج نفس طويل، نفس وطني عراقي هادئ. هاي القضايا ما تحل بطريقة لوي الأذرعة. الآن الوضع في كردستان مثل ما حكيت لك الآن في كردستان وضع متعب وهناك تهجير للشعب الكردي لأبناء الكرد في كرماتو في كركوك في مناطق كثيرة. هذا يتطلب الهدوء ووقف وردم الهوية بين بغداد وأربيل، لأنه عكس هذا سوف تكون النتائج ليست لصالح الشعب الكردي. نعم أستاذ عادل، يعني في حال تم تمرير قانون الموازنة ما هي الإجراءات التي ممكن أن يفعلها إقليم كردستان دون احتساب نسبة 17% التي يطالب بها؟ ما هي الأمور التي ممكن أن يفعلها؟ والله بالنتيجة يتم تمريره 17 15 14 يتم تمريره، يعني يتم تمريره ويمكن حل هاي المشاكل بعد ما يتم تنظيف وتطهير قوائم الموظفين والعسكريين. طبعا بغداد تقول بانه لا يمكن في اقليم من 3 محافظات ان يكون عدد المتقاعدين يتجاوز 400,000. نعم. وهذا شيء خيالي او عدد الموظفين، لذلك سوف يبدأون بالمعلمين وذوي المهن الصحية لتم توزيع هذه الرواتب، ولكن لحد الآن لم يتم هذا. نعم أستاذ عادل، بس مجرد أقوال. نعم. السؤال، هل لتعليق عضوية النواب الثلاث الكرد في البرلمان العراقي أي تأثير على تمرير قانون الموازنة وهم معروفين بمطالباتهم المتكررة لمنع تمديد قانون الموازنة؟ لا أعتقد. نعم. وأصلا هذا التشنج اللي حصل في البرلمان، نعم، أرجوكم هذا تشنج سياسي بين الأحزاب الكردية وبغداد. أنا أعتقد لو لم تكن هناك التشنجات لما حدث ما حدث.